نحن الآن في عمق المناطق الجبلية الحدودية مع تركيا، دخلنا هذه القرية وهي قرية يوسف آغا. هذه القرية تعرضت للقصف المدفعي وقصف الطائرات. الآن وأنا أسجل هذا الفيديو هناك طائرات مسيرة تركية فوقي في هذه المنطقة. هذا المكان هو الذي قصف، هذا طبعا أشجار قصفت، وأيضا هذه الأشجار طبعا يبدو أن القصف التركي لا يفرق بين الشجر والحجر. المنطقة تأكيدات من سكان المنطقة بأنها خالية تماما من المسلحين، لا يوجد فيها أي مسلحين. هذه المنطقة هي منطقة زراعية، قرية على زراعية على هذه الحدود، وهذه الجبال التي تشاهدونها الآن هذه الجبال حدودية تفصلنا وعن تركيا. هذه الجبال طبعا وهي قرى كردية تتبع إلى إقليم كردستان. فالقرية يعني مثل ما تشوفون قرية مدنية وبها فلاحين ساكنين، بيوتهم بانينها هنا حتى يجون مثلا زراعتهم أو حيواناتهم يجيبوهم هنا. فبالليل يجوا قصفوها الطائرات التركية، والقرية يعني خالية من أي شغلات سياسية أو عسكرية، قرية مدنية، ناس مدنيين يعيشون هنا. سمعت ضربة قوية، صوت صاروخ انفجر، أنا ما أعرف وقع بالبيت. ثاني يوم الصبح نزلت الساعة 8 شفت المضروبة السيارة. نسمع بوضوح الطائرات التركية المسيرة من دون طيار فوق المنطقة، تحلق تحاول على ما يبدو مراقبة المنطقة جوا. أحمد الحمداني، الحدث، الحدود العراقية التركية.